السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس بإذن الله راح أقدم لكم كيف ممكن واحد ينزل نظام لينوكس لينوكس أبونتو حصرا على جهاز وهمي عنده على الويندوز. فلنبدأ على بركة الله. طبعا راح أقدم أسهل طريقة بإذن الله. أول بداية بدنا ننزل برنامج لتشغيل الأنظمة الوهمية، وهو بحالتنا اسمه فيرتشوال بوكس. بقى بروح على جوجل، حط فيرتشوال بوكس داونلود، بيطلع لنا اول خيار بنضغط عليه، بعدين بننزل على ويندوز هوست بضغط عليه، هون بتلاقيه عم ينزل. انا منزله عندي اول مره، راح افتحه دغري. طيب نروح نعمل تنصيب للبرنامج اللي هو هذا. بعد ما نزل بننصبه عنا، نيكست. هلا خلي بالمكان الافتراضي، فينا نغير المكان اذا بدنا وين بده ينزل. لا خلي على المكان الافتراضي، ما راح شيء كله نيكست، يس انستول. تمام، استنى شوية لبين ما ينزل البرنامج عنا، يس. وهي بيكون نزل البرنامج، ونحدد انه وقت نسكر يفتح البرنامج. حط فينيش، نشوف برنامج كيف بده يفتح. هذا هو البرنامج اللي نشتغل عليه. اذا بنصغره بدنا ننزل كمان النظام الوهمي بده يفتحه على هالبرنامج. مثل ما اتفقنا بدي ننزل ابونتو، فعندي هون موقع بيقدم لي نسخ الابونتو اللي ممكن تشتغل دغري على الفيرتشوال بوكس. هذا برنامج تبع تشغيل الأنظمة الوهمية. تمام، بقى أنا بنزل نسخة إن شاء الله، نسخة 18.0.04.3. بروح هون مكتوب فيرتشوال بوكس، بحط داونلود، بعدين بيعد بشكل تنازلي وبيبلش عملية التنزيل. مثل ما أنا شايفين بلش تنزيل. هلا رح اوقفها لاني منزله كمان عندي قبل مرة. طبعا هذا الرابط ان شاء الله بحط لكم اياه بصندوق الوصف. ننتقل لهون. تمام، هلا النسخة هي عبارة، ها نزلت انا، هذا هو اللي نزل. بدي اعمل له فك ضغط، بعمل له اكستراكت هير او فك ضغط هنا. تمام، وهيك بيكون خلاص فك الضغط. بعد ما فك له ضغطه بينزل هون مثل ما انا شايفين. هذا هو النظام الوهمي اللي بده يفتحه بالبرنامج. هذا نظام وهمي خاص بس بالفيرتشوال بوكس تقريبا. نرجع على البرنامج الفيرتشوال بوكس تبعنا، بقى بحط نيو هون وبسمي اسم النظام الوهمي اللي بدي ينزله. هلا اي اسم بعطيه، ممكن اعطي تيست او اي شيء، رح سميه تيست مثلا. هون بحدد نوع النظام. نحن اتفقنا ننزل لينوكس، اصدار اللينوكس هو ابونتو. ننزل نشوف وين ابونتو موجودة، هذا هو ابونتو 64 اللي نزلته. بعدين نيكست. تمام، هون طيب رح سميه تيست 2 ونيكست. هون بحدد الرام اللي بدي اخصصه ل هل النظام الوهمي. طبعا هذا الرام بنخصم من الرام الموجود عندنا بالكمبيوتر. يعني هلا انا عندي 16 جيجا رام حاططها بقلب الكمبيوتر عندي، بدي اخصص مثلا 2 جيجا رام للنظام الوهمي هذا. بعدين بحط نيكست. بعدين هون الشغل عندنا تقريبا، هون لب الشغل عندنا. بهالقائمه بحط يوز ان اكزيستنج فيرتشوال هارد ديسك فايل، بعدين بضغط هون على الرمز وبحدد وين فكيت الضغط انا عن نسخة النظام الوهمي. اذا بنرجع كان انا عندي بالداونلود في لينوكس 64، هذا هو تماما. بحدد بحط اوبن، بعدين تشوز، حدد تشوز، بعدين كرييت. تمام، هلا صار عندي انا هون نظام وهمي
اسمه تست 2 مثل ما سميته، وبقدر شغله بأي وقت. بس قبل ما شغله، قبل ما احط ستارت، بدي اعدل كم شغلة، بفتح الزر يميني عليه وبحط سيتنجز اعدادات يعني، وبنزل على خانة اسمها سيستم مثل ما انا شايفينها هون. رديت شفت قد ايه الرام المخصص لهالنظام الوهمي، ممكن اعدلها بعدين يعني، نقلل الرام نزود الرام، مع العلم انه النسخة اللي منزلها هي نسخة 64، ومن ابونتو هالنسخة بتحتاج على الاقل 4 جيجا رام. تمام، انا حاطط لك 8 جيجا. بعدين بروح على البروسيسور، هون ممكن خصص كم نواة، كم معالج بدي خليه يشتغل بهالنسخة. تمام، لو مثلا عندي 8 أنوية، ممكن خصص له 4 أنوية يشتغلوا حاليا، وأتشغل هالنسخة. بعدين بعمل أوكي، هلا بعمل له ستارت، يا اما بضغط زر يميني وبحط ستارت نورمال ستارت، او بضغط هون دغري مباشرة ستارت. تمام، وهلا بيفتح عنا الجهاز الوهمي. طيب تمام، لا تنغروا، هو مكتوب failed to send host log message. لا تنغروا بها، الموجود هون مكتوب error. نستنى شوية ولا بيفتح بشكل نظامي، بس لا، أول ما يفتح هيك عملنا مشكلة. تمام، لا هيك فتح النظام، بس مثل ما ملاحظين في عندنا مستخدم. إذا ضغطنا على المستخدم بيقول لي بده كلمة سر. طيب وين بجيب كلمة سر؟ إذا بنرجع للصفحة اللي نزلنا منها النسخة تبع الأبونتو، هون نزلها، بنروح على الإنفو، بيطلع لنا اسم المستخدم، كلمة السر ممكن استخدمها لأفتح المستخدم. تمام، بقى أنا بعمل هيك وبحط كلمة السر، وين كنا نحن؟ هون نضيف كلمة السر الموجودة لأقدر أدخل على النظام. وهيك بيكون تم عملية الدخول. مستنى شوية، هو بطيء عمليا لأنه نظام وهمي أنا فاتحه على جهاز كمبيوتر ويندوز عندي. تمام، بعدين بحطها هون نيكست، هي مثل نافذة تعريفية عن الابونتو بشكل عام. نيكست نيكست دن. تماما، هلا طيب اوكي، انا عندي مستخدم، بس هذا المستخدم ما حابه يضل، بدي غير هالمستخدم، بحط كلمة سر تبعيتي، اسم المستخدم انا بدي اياه. هذا الشيء بنقدر نسويه، بنضغط زر ابدأ، بنكتب يوزرز، يطلع لنا هون هيك شيء، نضغط عليه. وبعدين انا لاحظت انه والله في عندي مستخدم، هذا هو، لا مش فيه، فتت له انا فين حاليا، عشان اقدر احذفه او اعمل مستخدم جديد بضغط هون انلوك، موجود هون بالطرف هون، وبحط كلمة السر تبع اللي دخلت فيها على هالجهاز، هي نفسها هون هاي. وبعمل تمام كبره. بعدين هون طلع لي شيء، خيار جديد انه اد يوزر، بحط اد يوزر اضافة مستخدم، وبحط نوع المستخدم، هل هو مستخدم قياسي ما عنده صلاحية منيحة، او administrator عنده صلاحية ادمن او مسؤول. تمام، بحط administrator ليكون عنده صلاحية واسعة بالنظام، وبسمي المستخدم اللي بدي باسم اللي بدي اياه، رح سميه تيست مثلا. اوكي، وبقدر اعطيه هون، بدي احط له كلمة سر، بحط له اي كلمة سر انا برغبها. بعدين ما في تطابق، نشوف ليه. تمام، صار في تطابق. بعدين اد،
الا بعدين بغير المستخدم عشان احذف هذا المستخدم موجود حاليا. بضغط هون على الطرف، بعمل بعدين لوك اوت، لوك اوت، وبعدين بيطلع عنا المستخدم اللي انا ضفته حاليا. بعمل في تسجيل دخول بكلمة السر اللي حطيتها، اوكي. تمام، هلا صرنا بقلب النظام. نيكست نيكست دن. طيب بدي احذف المستخدم القديم، كمان بضغط ابدأ وبحط يوزرز، بضغط على يوزرز، بعمل انلوك، بحط كلمة السر اللي انا ضفتها قبل شوية تبع مستخدمي، بعدين بحدد المستخدم بدي احذفه، بعمل له ريموف يوزر. فيني احذف ملفاته كمان او خلي ملفاته شخصية، بحط احذفه كله مع ملفاته. تمام، هذا كان كل شيء بالنسبة لهالدرس، واذا عجبكم الدرس لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة، وبتشكركم على مشاهدتكم. واذا حابين اعمل سلسلة لتعلم اللينوكس حطوا لي تحت بالتعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.